في سياق متصل، أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرارا إداريا بتعديل القرار الإداري رقم 12 لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي. ويقضي القرار الإداري رقم 15 لسنة 2018 أن يستبدل عضو مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي السيد هلال محمد النقبي والسيد سعيد عبد الله غانم سيف الزعابي ليحل محلهما كل من السيد سعيد خلفان سالم المزروعي والسيد عيسى موسى محمد بن هويدن ويكمل مدة عضويتهم في المجلس.